وياه وشنو راه اللي انا طبيعه الحال حيت هذاك راه الغش. وقلي لما ينتفق لي اللي كيعرف هاد الشيء وكيعرف حق هاد الشيء. هذه البينة السبة ديالها إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من ضواحي مدينة الدار البيضاء. اليوم خرجنا على العادة وعلى زمن كورونا وعلى بزاف ديال الحوايج باش نقربكم أكثر من هذه الأجواء اللي أكيد غتكونوا توحشتوها، وخصوصا الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن غتكون توحشات هذه الأجواء الطبيعة والبادية، وخصوصا حنا في فصل الصيف هنا راكم عرفتوا كيفاش كان كيكون في السنوات العادية. معنا أمي بهيجة الله يخلي لها صحيحتها والله يعطيها صحيحتها. كي دايره أمي بهيجة؟ كي دايره؟ لاباس عليك. غنحاولوا أننا نقربوا المشاهدين ونعرفهم على شنو هو سايكوك. واش سايكوك كاع المغاربة كيقولوا سايكوك في المغرب كله ولا كل واحد عنده سمية؟ لا، واش سايكوك سمية سايكوك كيقولوها غير بيضاوة ولا كيقولوها مثلا في المغرب كله سايكوك؟ كلشي كيقول سايكوك. شنو هو سايكوك؟ وكيخلطوه مع مع اللبن او كيل كيديروا بالرايد هذاك. هذا عاد ولا جديد؟ ما شحال هذيك كنا كنعرفوه باللبن. وهادشي دابا كتصايبيه بيدك امي انت؟ اه بيدي. كتفتليه بيدك كتكسر؟ آه. كيفاش شنو هي الطرق كيفاش كديري ليه؟ كنديرو بحال بحال كسكسو. خاصو يتفور مزيان باش ما يضرش. حيت لبقى خضر معجن كيضر. طبيعة الحال هادشي راه كيبقى غير تقليد. خصوصا ماكلة الزنقة الواحد خصو يعرف عند من ياكل. عند من ياكل طبيعة الحال. الزبدة هي اللبن كنخضو، كنشد الحليب. أييه. كنخضو بيدي، هذا الموتور ديال الضو. ما بقاتش ديك المخاضة. لا، ما بقاتش الشكوى. ولا غير داكشي عصري. كنحيدو اللبن وكنحيدو منو الزبدة بس. دابا هاد اللبينة كتشدو الحليب، دابا تبارك الله الحليب كتخرجي منو اللبن وتخرجي منو الزبيدة. تبارك الله وصل عليك. كنخدم بيدي ما كنشريش الخدمة. حيت دابا ولا الحليب اللي كنشري عادي كنشري من عند الفلاح. كتاخذهم تعاونية؟ لا، من عند الفلاح. من عند الفلاح. من البقرة لعندك. واحد كيدير بيفو كيبيع الكوار. حيت دابا هادشي راه ولا فيه الغش بزاف. بلاد ما بقاش كيتيق، تيقول لك اللبن راه مخلط، الحليب مخلط، الزبدة بلدية ما بقاش زبدة بلدية. وهذا البيض بلدي. هذا كيجي لنا من العربية. هذا كنشريو من عند واحد كيجيبو لنا من الشكوكة. دابا هادشي كلشي طبيعي. صحي. صح. 100%. 100%. شي كلشي بنادم ياكلوه هو عينو مغمضين. ياكلوا عندنا الناس ماشي القياس. كاين شي حاجة مزيانة. الواحد يعني ماكلة ودواء. داكشي صافي. واخا أمي بهيجة قول لي كي دايرة الدعوة عندكم موالفاش هاد الوقت كيفاش كتكون الدنيا؟ شويه ولا بزاف؟ بزاف. يعني كنا كنصدقوا اللي ما كانش هكا الوضع، كنا كنصدقوا بزاف، دابا ولينا داكشي يعني كنتو كنا العادة. كنتو على طول العام خدامين ولكن في الصيف كثر. الصيف والربيع. ودابا مع هاد كورونا شويه ماشي بزاف. يعني حتى الجالية المغربية اللي كانت كتدخل وكت. واش الناس حاسين؟
وهاد كورونا هادي بركسو في ايامات الحجر الصح. الله يحسن العون، ضررتو. الحمد لله، يا ربي امين، ربي امين، والله يعطيك انت صحيحتك. احنا وصوموا جميع المسلمين. يا ربي امين، باش تكوني مع وليداتك، عندك جوج الوليدات. وهادشي فيه شويه شي مدخوله امي باهي الحمد لله. يعني باش كانوا في الوليدات باش كيسيروا في الدار خاصنا شي حاجه صابون زيت زيت كنتخدو منه، اما باش نديروا شي حاجه نحيدوا عليه ما كاينش غير هادشي. يعني داكشي الضروري ديال اليوم ديال الدار. اما من فوق من ديال الدار باش عايشي. شحال كتبيعي الزليفة أمونت؟ دينارية 3 دراهم. الله يجعل البركة. الله يجعل البركة، الحمد لله. وخير البركة. الحمد لله. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، حنا مع أمي بهيجة الله يعطيها صحيحتها والله يخلي لها صحيحتها، باش تكون مع وليداتها المرأة الصالحة كما كتبت واحد الأخت، المرأة المناضلة ديال المرأة المغربية. المرأة المغربية اللي تبارك الله كتاكل طرف الخبز بدراعها وبالحلال، واللي كتشرفنا لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. أمي بهيجة راه فيها منى، فيها ختنا، راها مثال ديال المرأة المغربية كما قلت. هانتوما تبارك الله، هانتوما اللي بغاو يجي عند أمي بهيجة، ها هي كتكون في طريق أزمور. ها هو النعناع ديال طماريس، نعينيعات، كاين شنو الملقم والعادي. كاين النعناع، كاين البيض بلدي، كاين سايكوك، كاين البن، كاين الزبده بلديه. كتربح واحد الدريهمات اللي هما قلال باش كتعيش هي ووليداتها. بحال هاد الناس اللي خاصنا نعاونو، بحال هاد الناس اللي خاصنا نجيو عندهم وناكلو عندهم وناكلو سايكوك وناكلو هادشي ما كيضرش الحمد لله، راه طبيعي وراه دواء دواء وماكله. منها اننا كنحسو بهاد الجو ديال الباديه اللي اكيد في زحمه ديال مدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه اللي فيها الضجيج، كنبغيو مره مره نهربو ما فيها، بس نجيو عند بحال هاد الناس. كاينه امي بهيجة وكاينين بزاف العيالات بحال هنا ورجال ايضا، ما فيها باس اننا نعاونوهم الله يحسن العون. كتبيع الزلافه بجوج دراهم ونص 3 دراهم، وكيبقى فيها المسكين الا جاب اكثر من جوج الناس ثلاثه عنده وليدات وكتنقصي ليه. اكيد دابا انت ما عندكش وكيبقى في اللي ما عندوش. كتحسي بيه؟ كنتشكرش معاه، يعني رزقي كياتيني الحمد لله. كتحسي بيه؟ كنحس. حيت انت ما عندكش. كنحس بالدرويش بحالي بحالي. والله يوجد لجميع المسلمين كاملين الدراويش. يا ربي امين، يا ربي امين. والدرويش مسكين هو اللي غيجي هنا يجلس ياكل جبانيه ب 50 ريال، ما يقدرش يمشي مثلا شي مطعم اللي غالي عليه، إلا جا غيجيب وليدات ووالد ربعه ولا. لا قطعته، عنده مسكين واحد 10 دراهم في جيبو راه يجي يخسرها هنا هو والمدام والوليدات. الله يحسن العون. وكيشبع هذا الشيء، راه بنادم ياكل ويشبع. اكيد هذا الشيء كيشبع الحمد لله. انا دابا الا ما كنتش لما كانش عندي بنتي ما جابش لي الماكله كنكون شبعانه كنبقى شبعانه. تبارك الله عليك، يعني الا ما هبطتش لك البنيه الماكله كتاكلي من هنا. كناكل بيبينيو وبعدا مسلوقه ثاني. عاش بيبينيو امي بهيجة، عندك شكون اللي تاكل كثر؟ عندك الدار فيها هاد السوفيرا كلها وتخلي. الاخريه كناكل الدار انا ما كناكلش بالبوله. عندك الدار فيها السوفيرا وتخلي الكليان بلاش. الله يعطيك الصحة حياتك امي بهيجة، والله الا الجلسة معاك ما كتشبعش. اكيد كما قلت راه ما كاينش شي مغربي ما عزيزش عليه سايكو. شكون هذا المغربي؟ حنا اصلا كناكلوا الكسكسو، كناكلوا الكسكسو وداك الشيء اللي كيبقى كان سايكو معروفين المغاربه. ماشي بحال داك الساندويتش هذا مع فاش طيب زيت اولا كيكون زيت قليل صح بطبيعه الحال. وكما قلت لكم المغاربه معروفين الجمعه كياكلوا كسيكسو كيخليو شويه كيديروا سايكو. الناس كيجيو حتى لهنا على قبل البن لان كيقولوا هذا راه البن طبيعي ممخوض على اليد. بصح حيت راه البن طبيعي.
دابا شحال وصل البن ليترو؟ ليترو شحال وصل البن؟ 100 درهم. الله يجعل البركه. على حساب البقرة. تقريبا كيلو ديال الزبدة شحال من يطرو ديال الحليب؟ كيلو ديال الزبدة 30 يطرو. 30 يطرو ديال الحليب كدير كيلو؟ كدير كيلو. خاصك 30 يطرو وتكون كاين واحد الوقت اللي كتكون الزبدة كثيرة فيها، لكن إلا مكانش فيها الغش نعدمو ليها. أكيد حتى حاجة ما ساهلة، حتى شي حاجة ما ساهلة. هاد الشيء كلو راه اللي كتشوفوه واخا كيبان لكم رخيص 50 ريال 60 ريال 100 ريال جوج دراهم، ولكن راه حتى شي حاجه ما سهله، راه كيضربوا فيه هاد الناس تماره كثيره. راه كتفيق معاش كتفيق امي بهيجه 6 الصباح كنوض كنتوضا اول ما نصلي الفجر صافي ندرا اول كنخد كنرد الفور كنطيب الفطور للولاد كندور نجمع في الدار صافي بدات لي نجمع الهواج لهنايا تبارك الله عليك بدات لي هادي 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 تنقد الله يسعدك صافي ارتاح ارتاح تنبدا نتعامل مع الناس تبارك الله عليك تالي كتصبح تقريبا ملي كتفيقي 6 الصباح تالي كتنعس ما نعس حتى 10 ولا 11 كنعس تالي كنطلع تالي من بلاصتهم هنا تالي كنجمع ديك المواعين تالي كنغسلهم كنمشي تالي نحلب بكرة عندي بكرة كنحلب كنخدم لها الحليب باش نصايب الرايب الرايب حتى هو الرايب حتى كنصايبو تبارك الله عليك 5 يطرو 7 يطرو حتى 10 كنصايب منها الرايب كنصايب حتى واحد المعلق نصايبو وندير في دارو داك الكريم الصغير اييه وندير في القراعي كنغسل القراعي هيا غتوريكم حتى الطريقة كيفاش تصايبو الرايب كنغسل القراعي كنطيب الحليب كنطيب الحليب كيف بغيتي تحيد من الكريرة ندير فيها قياس ديال السكر كنهز شوية ديال الحليب كندير في القراعي كنغسلو مزيان ديري دابا المسوس بوحدو والحلو بوحدو كاين اللي كيبغي المسوس اللي وصلني على المسوس كنديرو عادي حيت المسوس مكاينش اللي كيدير بزاف